السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل لا أشارككم الفيديو التهديد المباشر، الآن تم الاعتداء علينا مباشر. باعوا عينكم جماعة التيار الصدري، باعوا السوابينه، وبعد عدنا اثنين ما طلعوا بالتصوير. هاي على شنو؟ ليش قلنا لهم لا تحرقون صور الشهداء؟ يم المطعم التركي باعوا الاعتداء من يمهم جماعة التيار الصدري. وهذا الفيديو خلي يوصل للكل وحتى للقائد مالتهم. هيك يسوون بالمتظاهرين السلميين؟ الله اكبر عليكم، والله ما نرجع وما نروح من التحرير وباقين صامدين. وهذا الفيديو خلي تشوف المحافظات كلها واهل الغيره كلهم. باع السوابينه، تم الاعتداء، ومن البارحه لليوم الاعتداء على المتظاهرين السلميين. وها اهباء باع هاي مجازاتنا اللي 100 يوم باقين بالتحرير، هم يرحون ويجون يرحون ويجون، احنا اللي هنا بقينا بالقمع وبالكتل وبحرقان الخيم، احنا باقين وما رجعنا. هاي مجازاتها لنا؟ هيك يعاملوننا تيار الصدري؟